السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، موعدكم مع محاضرة جديدة من الدنتال ماتيريالز. راح نتحدث اليوم عن الدنتال ألويز أند كاستينج أوف ميتالز. ميتالز إن دنتستري، المعادن في طب الأسنان لعبت دورا كبيرا. أولدست ريستوراتيف ماتيريال، من أقدم أنواع الحشوات كانت من ميتال. First used as pure gold 24 قيراط فويلز، يعني عبارة عن ذهب 24 استخدم لتعوير الأسنان المفقودة أو الجزء من الأسنان المفقود. أيضا دايركت فيلينج، استخدم على شكل دايركت فيلينج. دنتال ألويز يوزد ناو، أشكال متعددة من الألويز تستخدم الآن عوضا عن الذهب 24. أول شيء خلينا نقول شنو الألوي. الألوي is combination of two or more different metals. عادة مرة يعني مثلا أريد أستخدم الجولد أو أريد أستخدم السيلفر أو أريد أستخدم من أستخدم مادة، كل مادة على حدة، أنا عندي إذا أمزجهم بألوي بسبيكة واحدة راح تعطيني صفات أحسن منهم اثنيناتهم كل واحد على حدة. Alloys allow combining، يعني مزج. Best properties of many metals، يعني تعطيني النتائج أو المميزات الجيدة أو الأفضل لكل من المتالز الموجودة. For specific purposes، شنو الهدف مالتها؟ إما inlay، long span bridge، partial denture، يعني أشكال متعددة. هاي أشكال متعددة من المعادن. من الصفات العامة للمعادن الكريستالين. That is, atoms are arranged like stacked cannonball in a solid state. مثل ما تشوفون يعني الجزيئات مالتها أو الذرات مالتها تكون مصفطة مثل الكريات، وحدة على طبقات وحدة ورا الأخرى. All metals can be heated and converted to liquid phase. من الصفات المميزة أيضا للميتالز أنه ممكن بدرجة حرارة عالية، ممكن تسخن إلى درجة حرارة عالية إلى أن توصل إلى مرحلة تحول إلى الطور السائل. كاستينج، شنو الكاستينج؟ هاي حكينا عليها سابقا وهم نرد نذكر بها. أكو شيء اسمه كاست وأكو شيء اسمه كاستينج. الكاست اللي استعملته هو عبارة عن أوبجكت، فشيء معين تستخدموه على مود تعود يسوي لكم ريزامبل للأورال تيشيو حتى تسوون الريستوريشن عليه. عملية الكاستينج لا، هي عملية وليست أوبجكت. عملية is the process of heating of a metal and pouring it into a mold، يعني تذوبه، توصل إلى مرحلة الذوبان لهذا المتال وبعدين تصبه في هذا المولد، القالب اللي تريد تسوي عليه. When heated metal cools solidifies، يعني من يبرد أو يتحول إلى الحالة الصلبة، forms from crystals throughout cooling mass called grains. Then the grains الموجودة الأجزاء مالته. Grains grow and meet at grain boundaries like piece of jigsaw puzzle. يعني كأنما مثل هذا اللغز اللعب اللي يستخدموه، شوي شوي تتداخل بيناتهم إلى أن يصير harder. Small grain size stronger and harder. Work hardening و annealing، فد خاصيتين موجودة بالمعدن. Metal become harder with bending and working on it. Direct gold والبيبر كليب، هاي شنو؟ كل ما ندق عليها، هاي نستخدم الطرق عليها، خاصية الطرق تتحول إلى harder. الانيلينج بالعكس يكون من يصير الطرق عليها وتسخين أو يعني ورا فترة ممكن تفقد من خصائصها وتصير weak. Gold and non-precious alloy المستخدمة في طب الأسنان. عندنا النوبل ميتالز وعندنا البيز ميتالز. شنو الفرق بين النوبل ميتالز والبيز ميتالز؟ النوبل أو بريشيوس مثل إيش؟ مثل الجولد، بلاتينيوم، بلاديوم والأيريديوم. هذني تعتبر نوبل أو بريشيوس ميتالز. عندنا السيلفر ما بين بين، considered precious but not it is not noble because it tarnish and is inexpensive. يعني
الكوست مالته او يكون ارخص بهوايه من الجولد والبلاتينيوم والبلاديوم والايريديوم، بس بنفس الوقت هو يعتبر نوع من البريشيوس. البيز ميتالز مثل ايش؟ الكروميوم، الومنيوم، do not depend on the noble metal content for corrosion resistance. هاي بيها مقاومة للكوروجين ريسيستنس بالنوبل وبريشياس، هي اصلا المادة عندها قابلية الكوروجين ريسيستنس. دائما الجولد يعتبر من يعني اغلى المعادن سعرا. ليش؟ لانه ما يصير به تآكل، ما يصدأ ورا فترة. فهاي الكروميوم والالمنيوم تختلف الميكانيزم مالتها، مو لانه نوبل ميتال، بس هي هم مقاومه للتاكل والصدا، الكوريجن ريزيستنس. commonly used for partial framework. من يكون عندي مسافه اكبر اكيد احاول استخدم البيز اور نون بريشيوس ميتالز. عندنا مصطلحات اخرى ممكن نعرفها، اللي هي الكارات او القيراط نسميها، والفاينس. القيراط شنو؟ traditional unit expressing gold content in alloy، يعني شقد موجود نسبة الذهب في هذه السبيكة. من يكون عندي pure gold يعني ذهب صافي نسميه 24، يعني 24 جزء كلها موجودة هاي ذهب. Carat of alloy is number، علامة number of parts of pure gold in 24 part of alloy. يعني مثلا عندي ذهب 21، عندي ذهب 18، عندي ذهب 17. يعني شو تمثل ذهب 21؟ يعني 21 جزء ذهب والثلاث أجزاء الباقية هي من معادن أخرى. الفاينس شنو؟ percent of gold multiplied by 10. يعني شنو؟ مثلا ذهب 24، ذهب 24 شنو؟ يعني 100% موجود به ذهب. إذن فالنسبة مالته 100%، أضربها في 10 تطلع لي 1000. إذا الفاينس من يكون 1000 يعني شنو؟ يعني يكون هذا الذهب هو 24 قيراط 24. استخدم الذهب سابقا كدايركت فيلنج ماتيريال، خصوصا ال 24 قيراط. ليش؟ لأنه قابلية للتشكل وقابلية للانبعاج وتشكيله على شكل الكافيتي. بس من الخصائص الأخرى الغير مناسبة أنه مثلا قابليته على الكريب، وقابليته إلى أنه ممكن ينفقد بسهولة من المكان اللي محلي به. Compact layer upon layer with condensation، سوي له condensation مثل الأمالجم. استخدم السبونج جولد والمات جولد والفايبرس فويل والباودرد جولد كالسيوم ألوي، أشكال متعددة من الجولد استخدمت في طب الأسنان. Casting and classes of gold alloys utilize process of pouring a molting alloy into mold to form restoration. يعني casting مثل ما قلنا العملية الكاستينج هي تذويب المعدن ووضعه في mold أو في قالب خاص. Gold alloys used in casting addition to copper, silver, metals of the platinum group and other metals. هاي المستخدمة أيضا وياه. Type 1 to 4 soft to extra hard، متعددة، أنواع متعددة. أكو عندنا porcelain fused to metal and low carat gold alloys. Porcelain fused to metal حكينا سابقا من درسنا البورسلين، أنه شنو؟ outer coating of porcelain، طبقة خارجية من البورسلين، for a natural appearance، يعني حتى تعطيني المنظر الطبيعي اللي هو اللون الطبيعي للأسنان. Layer of porcelain enamel is fused to the alloy، يعني هو الالوي موجود، هو مادة معدنية كان بريشيوس او نان بريشيوس، ومن الخارج تكون اكو طبقة من البورسلين. Aesthetic and cost of gold has increased use of porcelain fused to metal. يعني من الديسادفانتج مال جولد شنو هي؟ الاستاتيك والكوست. الاستاتيك اولا لانه شكله يكون معدني، لون معدني صحيح، هو لون ذهبي حلو بس ما يكون مناسب بالاسنان. والكوست مالته ايضا السعر مالته خلتنا نتجه باتجاه البورسلين فيوز تو متال. اكو عندنا نوع اخر اللوكرات، يعني نسبه الذهب مالته يكون اقل،
يلو اند وايت جولد الويز. الجولد كونتنت توصل الى 30% النسبه المئويه مالتها. 30% يعني شقد بالنسبه للفاينس؟ قلنا النسبه المئويه نضربها في 10 تطلع لنا الفاينس. 30 في 10 يعني 300 الفاينس مالته، بينما البيور جولد لا يكون 1000، تتخيلون يعني ثلث الكميه تقريبا. Price of gold has increased use لأنه سعر الجولد عالي، فاللوكرات بما أنه الذهب مادة قليل فاستخدامه قام يزيد أكثر. والوايت جولد جولد بيزد ألوي that is have silver color أيضا باتجاه اللون الفضي. عندنا البريشيوس ماتيريالز ألوي، شنو المكونات مالتها وشنو البيربس الهدف من هذه المكونات؟ اولا عندنا الجولد بروفايد تارنش ريزيستنس، هذا شيء كلش مهم، يقاوم التاكل والصدى. الكالر يعطينا اللون الذهبي، والدكتايلتي قابليه الطرق مالته. شنو قابليه الطرق مالته؟ يعني يسهل الطرق، يعني سهل عمليه التحوير مالته. عندنا شنو بعد ويا الكبر؟ الكبر بروفايد سترينث اند ريزيستنس، سترينث اند هاردنس تو جولد. هذا مو بقابليه الطرق، يعني عنده احتماليه الاعوجاج كبيره يعني بالمستقبل، بس من نخلي الكبر وياه راح يعادل هاي القابليه لانه يعطي سترينث وهاردنس. ريد كلر ايضا، هذا احنا ذهبي هنا النوبه جانا لون احمر، فاثنيناتهن الكلر مالتهن يكون غير مناسب. Lower fusion temperature and tarnish resistance. Tarnish resistance أيضا في شيء كلش مهم. بس بالكبر تكون tarnish resistance مالته أقل من الذهب، لأنه الذهب يقاوم التارنش أكثر من الجولد، أكثر من الكبر. زين، عندنا مكون آخر اللي هو السيلفر. Counteracts redness but causes the tarnish. يعادل الريدنس، يروح الريدنس مال الكبر، بس بنفس الوقت ينطي التارنش، يعني يؤدي الى التارنش. كونتريبيوتس يساعد ايضا بالهاردنس اند سترينث. اذا السيلفر والكبر اثنيناتهم يساعدون بالهاردنس اند سترينث. عندنا بلاتينيوم جروب اللي هي انكلود بلاتينيوم، باليديوم اند ايريديوم، ممكن تستخدم ايضا وياه. البلاتينيوم سترينثن الوي، يقويها اند ريز فيوجن تمبريتشر، يزيد درجه الانصهار. الباليديوم نفس الفانكشن بس اضافه الى انه يسوي وايتنينج، يبيض السبيكه. الايديوم جرين ريفاينر، يقويها ايضا لانه يقوي المكونات مال السبيكه. ايضا يضاف لها ماده اللي هي نان بريشيوس اللي هو الزنك، prevents oxidation of other metals. هذا شنو شي ذكرنا؟ تذكرون الزنك وين نستخدمه؟ وين نستخدمه؟ نستخدمه ويا سبيكة الأمالغام حتى يقلل الأكسيديشن، حتى لأنه هو قابليته للاتحاد ويا الأكسجين أكثر من غيره، فهو يأخذ الأكسجين ويسوي أكسيديشن. Soldering and brazing. Soldering شنو؟ سامعين هذا المصطلح. Method of joining metal components together by fusion with a lower melting alloy. Lead tin solder. Soldering مثل هاي الدوائر الكهربائية اللي ممكن يسووها، يستخدمون هذا نسميه solder. هذا هو مثل السبيكة، وهاي الأداة اللي يسموها الكاوية يستخدموها تذوب السولدر وتخليه. هذا شنو الصفة مالته؟ انه lower melting alloy، يعني الملتنج مالته يكون درجة حرارة مناسبة بحيث انه يذوب هو وما يذوب المعدن اللي حوله. البريزنج هو نوع من انواع السولدرينج. preferred terms when the joining alloy melt above 500 degree centigrade او degree celsius. من يكون عندي درجة حرارة ما فوق 500 مئوية أو سيليسية نسمي المصطلح brazing. Soldering alloys used to join units. عادة بالبريدج خصوصا يستخدم، مرات يستخدم على شكل قطع وبعدين نسوي لها soldering، نلحمها مع بعضها. مكونات السولدر depend on the alloy being joined. Gold alloy type 1 to 4 the solder is low content gold alloy containing additional zinc and tin.
يعني هو هم ذهب للجولد الوي، هم استخدم ذهب بس ويا زنك وتن، ومكونات الذهب يكون اقل مالته. So there must be completely molten at the temperature at least at 80 degrees below that the cast gold alloy. لازم اكو فرق على الاقل 80 درجه مئويه. ليش؟ لان انا اريد اذوب السولدر بس ما اريد اذوب السبيكه اللي بصفه، لان انا تعبان عليها ومسوي لها موديفيكيشن ومرتبها على شكل المكان اللي اريده، فمن اجي اريد الحمها ما اريدها هي تذوب هم مئويه. Porcelain fused to metal solders must be softened during firing. Must not soften during firing at porcelain. هذا لازم، لأنه البورسلين راح أسوي له مرتل الأخرى، راح أدخله فرن آخر على مود أسوي البورسلين، فلازم ما يذوب بالبورسلين، وإلا من يذوب راح يتفكك من جديد. Silver solders used to join wires for orthodontic appliance للتقويم. Used with stainless steel as well as precious metals. للبريشيوس يعني يستخدم للستينلس ستيل اللي هو نان بريشيوس، ويستخدم للبريشيوس ايضا. الفلكسس بريفنت اوكسيديشن اوف بارت بينج كونسيدرد كونتيند بورات اور فلورايد ان بيست اور ليكويد فورم. الفلكسس ماده تضاف حول الجزئين اللي اريد اسوي لهم سولدرنج او لحام، اريد الحمهم حتى شو تسوي الوظيفه مالتها، حتى تقلل الاكسديشن او تمنع الاكسديشن.